بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أقامت جمعية هذه البحرين احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في البلاد وذكرى العيد الوطني المجيد، وذلك مساء أمس في استاد البحرين الوطني. وبهذه المناسبة أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بهذه الاحتفالية التي تجسد التفاف الجميع حول القيادة الرشيدة من مواطنين ومقيمين، منوها بما تقوم به جمعية هذه البحرين من جهود مشكورة لإبراز الصورة الحضارية للمجتمع البحريني المتآلف والمتعدد في الثقافات والأديان، والذي يعيش اليوم وسط أجواء من الاحترام المتبادل والمحبة والعيش المشترك السائد منذ مئات السنين، حيث تحتضن البحرين جميع أتباع الديانات والمعتقدات كجزء من الأسرة البحرينية الكبيرة. ويأتي الاحتفال ليمكن منتسبي الجاليات الأجنبية عن التعبير عن حبهم وولائهم لجلالة الملك المفدى، مؤكدة أن العيد الوطني المجيد مناسبة عظيمة لاستذكار ما تحقق من إنجازات على الصعيد الوطني في مملكة البحرين. وقد أقيم الاحتفال بمشاركة عدد من السفارات وممثلي الجاليات الأجنبية والأندية والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني، وشهد حضورا جماهيريا غفيرا من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة، كما تضمن برنامج الحفل عددا من العروض الحية. هذا الحفل البهيج الذي يعبر فيه الجاليات ومختلف الجنسيات المتعايشة على أرض البحرين كل هذه المحبة والولاء وإظهار روح التسامح وروح التعايش في المجتمع. اليوم نجد مشاعر تلقائية وصادقة عند جميع الجاليات وتحاول أن تحتفل وتظهر مشاعرها وتقديرها ومحبتها للقائد ولهذا البلد. الحقيقة نحن نعتز جدا وفخورون جدا بهذه التظاهرة، تظاهرة محبة، تظاهرة تسامح، تظاهرة تعايش. بالنسبة للأعياد الوطنية في البحرين، مملكة البحرين ومملكتنا وكلها دولة وحدها أولا، وهذه يمكن ثالث أو رابع مشاركة في الأعياد الوطنية للبحرين. أنا أشارك بالسيارة هذه 74، وأنا عضو كذلك في الاتحاد السعودي للسيارات الكلاسيكية والدراجات النارية، وعضو فريق زمان أول السيارة الكلاسيكية في السعودية، وبلدنا واحد يعني ما كان احنا في السعودية ما يحتاج يعني. ونشارك اخواننا البحرينيين، احنا من عمر يعني صار لنا 5 سنين تقريبا احنا وياهم، وتبادل يعني موجود، يا الوطني عندهم او يكون عند الوطني في الكويت اللي هو 25 فبراير عندنا، ومتبادلين احنا وكلنا اخوان وحبايب، وعسى الله يديم الافراح والاعياد الوطنية ان شاء الله.